اكيد عنده استعدادات، اكيد عنده بعض الارتباطات، لكن كله بيسخر مجهوداته لمباراه القمه، اللي زي ما حضراتكم شايفين لما بيكون في مباراه قمه بنبدا من بدري جدا وبنتكلم عليها من كتر حلاوتها ومن كتر التشويق اللي احنا بنكون مستنيينه لمباراه القمه على فارغ من الصبر طبعا، عشان كده بنكون موجودين معاكم من بدري. طبعا لسه مكملين معاكم ومعانا الفقره اللي جايه هتكون فقره مهمه جدا جدا جدا، معانا واحد من نجوم نادي الزمالك، واحد من يعني زملكاويه جدا اللي زي ما بقول وافضل اقول بنرحب بيه في بيته في نادي قناه النادي الاهلي، وسواء كابتن تامر او اي حد من نجوم نادي الزمالك اكيد بيشرفونا وبينورونا في قناه النادي الاهلي. طبعا نجم مصر اللي هيكون موجود معانا وهو كابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي، علشان نقدم لحضراتكم فقره بكل روح رياضيه، وازاي بقى نسترجع الذكريات واللي ما بين اهلي وزمالك او زمالك واهلي، ونتكلم على اهم المواقف ونتكلم على مباراه اليوم، وهنتكلم بشكل كبير وبشكل مختلف شويه عن المباراه مع اثنين من نجوم مصر سواء اهلي او زمالك. زي ما قلت لحضراتكم احنا حبايب يعني بره وجوه الملعب، لكن مباراه فيها منافسه بلا خصومه ومنافسه بشرف على ثلاث نقاط، ايا كان مين يستحق المكسب ربنا يوفق اللي يستحق، واللي ما توفقش النهارده سواء اهلي او سواء زمالك عندنا 21 نقطه، سبع مباريات، دوري جديد، نقاط جديده. اعتقد ان الموضوع هنتكلم معاه اكتر مع نجومنا اللي هيكونوا مشرفينا بعد ما نروح لتقرير جديد مع نجوم الفن ورايهم عن مباراه القمه، وبعديها نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار في الاستوديو، نروح للفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اللقاء ده بالنسبة لي اليوم اللي هيبقى فيه اللقاء بيبقى لي وضع خاص، يعني أنا وأصدقائي الأهلوية إن شاء الله هتقابلوهم النهاردة كلهم. صعب نشتغل في اليوم ده، بيبقى تركيزنا منصب على المباراة، نحن أهلوية جامدين شوية يعني صعب نشغل بأي حاجة تانية. فأنا عن نفسي بالتعاون مع زملائي في المسلسلات اللي بشتغل فيها سابوني خالص النهاردة عشان أتفرج على الماتش براحتي، إني مش هقدر أعمل أي حاجة غير الماتش. ودايما في ماتشات الأهلي والزمالك بنجتمع مجموعة كده على رأسها طبعا الأستاذ الكبير محمد عبد العزيز المخرج السينمائي، أستاذ فاروق الفيشاوي، أستاذ كمال أبراية، أستاذ هاني مهنا، مجموعة كده من أصدقاء مقربين، أستاذ عماد محرم، لازم نتقابل في اليوم دوت ونشوف الماتش سوا. ودايما إن شاء الله إن شاء الله بيبقى وشنا حلو على الأهلي. تمنياتي المباراة ديت إنها أولا تطلع مباراة جيدة، عايزين نستمتع بكرة قدم مستوى رفيع من فرقتين، والمباراة ديت اقدر اقول يعني ان الجمهور مستنيها بالذات ليها وضع خاص، يعني انتوا عارفين المباراة ديت هتحدد لمرحلة ما اول الدوري وثاني الدوري، واتمنى من الجمهورين ان هم يتقبلوا النتيجة، يعني سواء كسب الاهلي او خسر الزمالك فهنهني اللي فاز ان شاء الله. طبعا طبعا يعني بتمنى الفوز للنادي الاهلي، واعتقد ان هيبقى في مفاجآت في التشكيل مش في اول الماتش، في اخر تلت ساعه ممكن، واعتقد ان الاهلي هيستطيع ان شاء الله برجالته انه يعدي المباراه ديت، وسنرى نسور النادي الاهلي تحلق في سماء برج العرب. انا بحب الاهلي قوي وبحترم نادي الزمالك جدا، لان الناديين الحقيقه يعني شرف للكرة المصرية وللكرة الإفريقية. بس بما إني يعني أهلاوي وبحب الأهلي قوي فأنا يمكن شوية منحاز للأهلي، دي بتبقى حاجة غصبا عن الواحد لأن إحنا اتربينا على الكرة الأهلاوية، وخطيب وطاهر أبو زيد ومختار مختار ومصطفى عبده ومصطفى يونس، الناس بتوع زمان هم جيلي يعني. لما يبقى في مباراه بقى يعني ديربي كده بين الاهلي والزمالك، لا سيما المباراه بتاعه النهارده اللي هنشوفها بعد شويه، انا في رايي المباراه دي ليها يعني ملابسات خاصه شويه، لانها جت في توقيت الناديين في 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 حالتين متشابهتين. يعني نادي الزمالك الحمد لله السنه دي مستقر فنيا ومستقر اداريا وظروفه كويسه الحمد لله،
النادي الأهلي زي ما عودنا دايما طول عمره ظروفه الإدارية وظروفه الفنية إن شاء الله الحمد لله كويسة، فالناديين في ظروف حلوة الاثنين، وأنا أعتقد أن المباراة هتبقى مباراة قوية جدا وتنافسية جدا، وأتمنى أن كل اللعيبة يعني يشتغلوا يلعبوا بروح طيبة وتبقى منافسة شريفة وقوية ومشرفة للكرة المصرية كلها. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا فقره بكل روح رياضيه فقره مهمه جدا قبل ما نبدا الاستوديو التحليلي مع نجمين من نجوم الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. نبدا طبعا بالضيف اللي مشرفنا منورنا نجم الزملكاوي الكبير جدا واللاعب الكبير جدا الكابتن تامر عبد الحميد. ازيك يا كابتن تامر؟ ازيك يا عمر، شرفنا يا كابتن. شرف لي انا ومتشكر على الدعوه الجميله دي. لا طبعا يا كابتن تامر، بيتك زي ما حضرتك عارف يعني حضرتك او اي نجم من نجوم الزمالك بنتشرف بيه هنا في قناه الاهلي يا كابتن تامر. اهلا وسهلا. طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي واحد من المهاجمين المميزين جدا 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 الكابتن احمد بلال. كابتن مصر ازيك يا عمر؟ ازيك كابتن؟ مرحبا بك. ايه رايك كابتن فقره كل روح رياضيه كابتن تامر معانا بقى زمالك ومعانا كابتن بلال اهلي، واتمنى بقى ان هي يعني هي دي كابتن الاخلاق والاحترام والروح الرياضيه اللي تسود دايما ما بين الاهلي والزمالك، عكس يعني عكس اللي مصار في الفتره الاخيره من شحن ومن كلام. لكن يا كابتن مباراه ثلاث نقاط عاديه جدا، الناس ما بتعرفش يا كابتن مدى العلاقه اللي بين لعيب الاهلي والزمالك بره الملعب وجوه الملعب، ومدى الارتباط اللي ما بينكم والصحوبيه اللي دايما بتكون موجوده يا كابتن تامر. مبدئيا بحيي صاحب الفكره او صاحب السبق ان هو يدعوني النهارده كواحد من ابناء نادي الزمالك، كواحد زملكاوي حتى النخاع طبعا، كواحد يتمنى ان نادي الزمالك يبقى في اعلى الدرجات، لا مزايدة على زملكاوية أي حد من أبناء نادي الزمالك المخلصين. وأنا بصراحة يعني أول ما الأستاذ محمد القصي كلمني ما ترددتش لحظة واحدة لما قال لي بكرة محتاجينك معانا أو عاوزينك معانا في قناة النادي الأهلي، عاملين فقرة مع عمر ربيع ياسين. أول ما قال عمر ربيع ياسين يعني انتهت. كيف فكرت؟ لا خالص كيف فكرت؟ نهائي والله يعني. طب مين معايا ضيف تاني؟ قال لي أحمد بلال. قلت له تمام زي الفل. قال لي ايه؟ قلت له ما فيش حاجه اسمها ايه رايك، جاي فورا. الساعه كام؟ قال لي من 3. قلت له فورا جاي. ما فكرتش لحظه، ما ترددتش لحظه لعده اسباب. السبب الاولاني طبعا انت ابني، انت عارف الكلام ده طبعا. اللي انا مرنتهم كمان، والدك صديق عزيز كبير كابتني، احمد اخويا الصغير وحبيبي وكابتن مصر كلها. الفكره نفسها عجبتني لان احنا محتاجين قوي 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 التصرف دوت في الوقت ده. مش عيب ابدا نهائي ان انا اكون زملكاوي كبير قوي واقول كلمه حق كويسه في حق النادي الاهلي، مش عيب. صح كده. مش عيب ان انت تكون اهلاوي كبير قوي وتقول كلمه حق في نادي الزمالك، مش عيب. على عكس اللي ماشي اليومين دول اللي هو ايه؟ المتاجره بمشاعر الجماهير واللعب على اوتار الانتماءات بشكل مبالغ فيه جدا لكسب بعض المناصب الزائفه او لكسب بعض الماديات الاكثر زيفا او لكسب بعض المواقف اللي الجماهير بتبقى عارفه كويسه قوي مين الزملكاوي ومين مش الزملكاوي، مين اللي بيشتغل لمصلحته الشخصيه من عدم. كل التحيه والتقدير دكتور محمد العال رئيس القناه اللي تشرفت ان انا اخد فنجان القهوه معاه، ليك يا عمر كابن من ابناء النادي الاهلي ولعبت في نادي الـ 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 الزمالك كابتن احمد بلال. وعلى فكره يعني النماذج قدامنا كتير. صح. عمر لعب في نادي الزمالك، كابتن ايمن شوقي حبيبي جدا لعب في نادي الزمالك، كابتن زكريا ناصف احد رموز النادي الاهلي لعب في نادي الزمالك. هنعد هتلاقي في لعيبه كتير قوي مشتركين ما بين هنا وهنا. النهارده الصوت بتاع البرنامج صوت الاحترام، صح، صوت العقل، صوت راجل زملكاوي قاعد مع راجل اهلاوي في بيت النادي الاهلي في عقر ضهر النادي الاهلي اللي كلنا بنتشرف في النادي الاهلي زي ما بنتشرف في النادي الزمالك. صح صح كابتن بلال. طبعا يمكن كابتن تامر يمكن قال
اهم الحاجات او الحاجات مهمه جدا جدا، بتكشف يعني طبيعه العلاقه الحميمه والعلاقه الجيده ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك، وما بين ابناء النادي الاهلي وابناء النادي الزمالك، اللي يعني قله قليله بيحاولوا في اوقات كثيره جدا ان هم يعني يهدموا او يعرقلوا العلاقه الطيبه دي. لكن يعني الحمد لله يمكن احنا هنا النهارده اهو في قناه النادي الاهلي بنستضيف كابتن من كباتن النادي الزمالك، وانا يمكن انا بتشرف بكابتن تامر، يمكن انا يعني اوقات كثيره جدا كان ليا لقاءات كثيره معاه، هو واحد من الناس المحترمه جدا اللي بيتكلم في الكوره بشكل كويس جدا ويعي يعني ايه العلاقه الحميمه او الصداقه اللي بتربط ما بين لعيب النادي الاهلي ولعيب النادي الزمالك، اللي بيحاول بقى القله القليله ان هم يخرجونا عن الاطارات دي. يمكن لعبت نادي الزمالك، لعبت النادي الاهلي، لعبنا احنا كلنا مع بعض المنتخبات، كنا بنقعد في اوضه واحده يا كابتن. صحيح. يعني كتير جدا اوقات كتير كنا موجودين في اوضه واحده. طب مين يا كابتن، مين من المواقف او مين من لعيبه نادي الزمالك اللي حضرتك كنت موجود معاها او كانوا دايما قريبين منك في معسكرات المنتخبات؟ لا لعيبه كتير قوي. يعني اديني كده اسمين ثلاثه. يعني مثلا هقول لك على حاجه، يمكن يعني اسم برضه على يمكن كابتن تامر ما عادش معايا، لكن قعدت مع كابتن عبد الحميد نفس الاسم. لا بس كنا لسه يا فرقتين جنب بعض احنا في اسوان. صحيح. اه واتخانقنا. مظبوط صح. تامر عبد الحميد ده تاجر كبير. واحد من الناس اللي انا بحبها، قعدت مع ابو العيله كتير. طبعا. الزمالك قعدت مع عبد الحليم علي برضه اوقات كتيره جدا، وليد صلاح، عبد اللطيف، لا اسماء كتيره، لعيبه كتيره. خد بالك طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك هتقابل اللعيبه في كل مكان. صحيح. في ايفنتات كتير حتى ممكن يكون بعيد عن الكوره. يمكن انا وكابتن تامر كنا في حته يعني ما بنلعبش كوره، بس حته برضه معزومين ومدعوين واحنا مع بعض في نفس المكان في نفس المنطقه. خد بالك ده خد بالك بتقرب المسافات بشكل كبير جدا، وبتنهي قصه التعصب دي. ممكن يبقى احنا مختلفين داخل الملعب يا كابتن، ممكن نختلف وده وارد جدا في كره القدم وطبيعي جدا، لكن بره الملعب احنا متفقين تماما على كل حاجه. اصدقاء، اصحاب، اخوات، لعيبه. يمكن لما حد بيسالني مثلا ايه رايك في كابتن تامر او رايك في كابتن مصعب حيم او حازم او يعني بنقول راينا بمنتهى الامانه. احنا كمان هنا في قناه النادي الاهلي بنقول راينا في نادي الزمالك بمنتهى الامانه، بمنتهى الايجابيه. يعني ما بنجيش في هنا في قناه النادي الاهلي واحنا بنحلل نقول نادي الزمالك وحش عشان هو نادي طبعا. عشان هو نادي الزمالك، لا بالعكس، احنا بنقول نادي الزمالك السنه دي بيأدي بشكل كويس جدا، تطور الاداء بشكل كبير، نادي الزمالك يستحق المكانه اللي هو موجود عليها، المنافسه حلوه ما بين الاهلي والزمالك وده اللي احنا عايزينه. انا اتمنى الاهلي يكسب وده وضع طبيعي، زي ما كابتن تامر اتمنى الزمالك يكسب وده وضع طبيعي جدا في كره القدم وحاجه صحيه جدا 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 لا يلام عليها احد، لان ده خد بالك ده انتماء. انا احنا بنلعب في كومبيتيشن واحده، في منافسه واحده، دايما انا بحب ان انا اكون كسبان. انما لو بتلعب في حتت مختلفه، الكونفدراليه احنا بنلعب في بطوله افريقيا، خلاص انت بتتمنى للزمالك انه يوفق لانه هو ممثل عن مصر. صح. هي دي العلاقه الطيبه اللي ما بيننا وما بين بعض، لما بنخرجش عن العلاقه دي تماما. بعض الناس بيحاولوا يخرجونا، لكن احنا عارفين الكلام ده كويس جدا، احنا نعي حته ان انت ازاي تبقى اهلاوي بتتمنى الخير للعيبه نادي الزمالك. صح. بالك يعني انا عمر في حياتنا ما نتمنى مثلا ان واحد يتصاب او واحد يتعطل او ما فيش الكلام ده على الاطلاق، عشان برضو الجماهير تبقى فاهمه يا كابتن ان الكلام ده مهم جدا. طبعا طبعا. واحنا بنشتغل في الملعب انا عايز اكسبك جوه الملعب بس، لكن عايزك تبقى كويس، عايزك تبقى بصحه كويسه جدا، عايز يبقى انت لعيب اسمك كويس، عايز يبقى اخلاقك كويسه. انا بتمنى الكلام ده لان احنا في الاول وفي الاخر احنا اصحاب، مرينا بمراحل كتيره جدا فيها صداقات كتيره جدا، مرينا منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب اول، لعبنا بعض في فترات كتيره جدا، فبالتالي العلاقه الشخصيه بالنسبه لنا مهمه جدا 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 يا عمر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي العلاقات الطيبه ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك، وزي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا فقره روح رياضيه اهلاوي وزملكاوي بلا تعصب، زي ما كابتن بلال قال، كابتن بلال اكيد يتمنى التوفيق للاهلي، كابتن تامر يتمنى التوفيق ايضا للزمالك، وده اللي احنا كلنا حريصين عليه، ان اهلي وزمالك كلنا اخوات وحبايب وما فيش ما بيننا اي مشكله ولا اي تعصب ولا الشحن اللي مثار في الفتره الاخيره. كابتن تامر، يعني مباراه القمه دايما ليها طقوس مختلفه وليها استعدادات مختلفه طبعا، يعني مختلف الاجيال، جيل حضرتك اكيد والجيل الكابتن احمد بلال اكيد طبعا كان جيل حضرتك بقى ليه بعض الاستعدادات الخاصه، ممكن نقول ان المباراه كان ما فيش سوشيال ميديا بقى، ما فيش وسائل اعلام كبيره بتغطي المباراه، لكن كلمني عن بقى ابرز الاستعدادات الخاصه بلقاءات القمه كابتن. خليني بس اوضح للناس النهارده ان يعني ده اكبر دليل، يعني عشان الكلام اللي فات دوت ما يمرش كده، انت النهارده هتتفرج على الماتش فين؟
معاك يا كابتن. مع حضرتك. الناس بقى احنا لازم تبقوا عارفين يا جماعه ان احنا النهارده كلنا متجمعين، عندنا متجمعين في مطعم كده بتاع سمك حلو قوي بتاع واحد صاحبنا اسمه اسامه شعيشه. عمار محمد عمار وخالد بيبو صح، وعمر ربيع ياسين وابوه كابتن ربيع ياسين والكابتن محمد عامر صح مش كده؟ صح صح. وهشام حنا في احتمال يجي لو مش هيروح الماتش، وياسر ريان لما بكلم بتوع النادي الاهلي لعب كل الاكيله، وهنجيب بلال دلوقتي معانا، عايز كل الاكيله. امال ايه؟ طبعا وهنجيب بلال معانا دلوقتي. والزمالك بقى رايح هشام ياكل، كابتن هشام ياكل، ورايح تامر عبد الحميد، ورايح عبد الحليم علي، ورايح خالد لطيف، ورايح طارق السيد، ورايح يعني وطارق مصطفى واخد بالك، واحتمال مدحت عبد الهادي. كلنا متجمعين ناكل سمك الاول تمام، اتفرج على الماتش بس ما ننامش يا كابتن، ربنا يستر ما ننامش بس على الماتش ما ننامش يا كابتن بلال. تمام، ادي التجمع النهارده اللي هيحصل ساعه مباراه انا بصنفها واحدة من أقوى المباريات في الموسم ده، جماهيرية شعبية كورة كل حاجة طبعا، ده الوضع اهو. وانت عارف عارف كده كويس يعني انتيمي في الصداقة مين؟ هشام حنفي طبعا، كابتن هشام حنفي ووليد صلاح الدين صح، ما بنفترقش صح تقريبا، وبيخش معانا كمان طارق مصطفى في بعض الأحيان يجي فاحنا كلنا يعني ايه جروب واحد، تيم واحد، ولازم الكلام دوت يتقال للناس بشكل كويس. فيما يخص السؤال بتاعك، طبعا زي ما انت قلت، قلت كلمه مهمه جدا، زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا. زمان كان الاستعداد لمباراه النادي الاهلي بعد ما اخر مباراه بتلعبها بصفات الحكم بتنتهي فيها. يعني مثلا بتلعب قبلها باسبوع مثلا قدام مثلا الاتحاد، حكم صفى من ساعتها لغايه ماتش النادي الاهلي انت مستعد. الفرق بقى 3 ايام، الفرق 5 ايام، الفرق اسبوع، الفرق 10 ايام، الفرق شهر، واخد بالك؟ فالاستعداد للقاء النادي الاهلي بيبقى دائما وابدا يعني من نهايه اللقاء الايه الاخير. والاستعداد الحقيقه زمان كان بياخد صور مختلفه شويه عن عن دلوقتي، لان برضه خلي بالك الشحن زمان ما كانش زي دلوقتي. يعني دلوقتي الشحن المعنوي، انت دلوقتي كنت ممكن مثلا ايه زمان يقول لك مثلا ما تفتحش التلفزيون كتير، يشيلوا الاريال بتاع التلفزيون علشان يبعدك شويه. النادي الاهلي ممكن افتكر ان خدوه يعني كان في ضرب في سنه او اتنين اتاخدوا الفرقه اتحطت في معسكر في اتحاد شرطه تقريبا او حاجه اسبوع او 10 ايام مقفول على التيم بشكل كبير، او في صحفيين تخش تغطي التدريبات مفيش صحفيين تخش تغطي التدريبات، جرايد ما بتقراش جرايد تمام. فهي ديت كانت الوسائل اللي انت تقدر تتواصل بيها مع برا. انما دلوقتي الوضع اختلف طبعا، دلوقتي انت معاك الموبايل تمام، بتفتح الدنيا كلها بتيجي عندك صح، اي برنامج تقدر تشوفه، مواقع طبعا يعني ما فيش اكتر منها، فيسبوك، انستجرام، واتساب، فانت عندك النهارده وسائل التواصل مع العالم الخارجي متواجده معاك. يعني الحل الوحيد هيعزلك ازاي؟ مش عارف يعزلك بشكل او باخر. انما خليني اقول لك ان ماتش الاهلي والزمالك ده بيبقى اسهل مباراه في الاعداد النفسي للاثنين مدربين، لانه ما بيعدكش نفسيا، انت معدي نفسيا جاهز. طب نتكلم، طب يا كابتن هنتكلم يعني هنتكلم بالتفصيل اكتر مع حضرتك، لكن هنروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل معاكم بكل روح رياضيه مع اثنين من نجوم الاهلي والزمالك بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، القمه 117، فقره بكل روح رياضيه مع نجمين كبار جدا، كابتن تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك والكابتن احمد بلال. كابتن احمد، يمكن اتكلمنا مع الكابتن تامر على اجواء القمه من منظور الجيل اللي كابتن تامر كان موجود فيه، اكيد الوضع اتغير والوضع بدا فيه يعني بعض كده الامور اللي ليها علاقه بالسوشيال ميديا، الصحافه بدات والاعلام بدا ان هم يتناولوا الموضوع بشكل كبير وبقى منتشر وبقى كل العالم خلاص يعني بيتفرج على القمه وبدا ان هو يتابع القمه بشكل كبير.
بص الوضع اختلف طبيعي، يعني لوجود السوشيال ميديا، انتشار الصحافه بشكل كبير جدا، الماده الاعلاميه بقت اكبر بشكل كبير، ولكن برضو استيل بقول ان اللعيبه دي شويه كابتن يعني ما عندهمش حظ. طبعا ما عندهمش حظ ان هم ما بيلعبوش قدام الجمهور. يعني انت النهارده لما يعني لك ان تتخيل مثلا مباراه الاهلي والزمالك يعني لم يحضر احد، يعني بتبقى حاجه صعبه بالنسبه للعيبه اللي بتلعب في الانديه الكبيره. دايما اللعيب اللي بيلعب في الانديه الكبير هو سلاحه ورؤيته وتركيزه كله مع الناس اللي بتشجع. صحيح. مع الجمهور، لان هم دول اللي هم دول اللي بيديله الهجوميه. تمام. هي الفكره مش ان انت تقرا اسمك في التشكيل وخلاص، بالظبط في التشكيل، الفكره ان انت الجمهور يتفاعل معاك اثناء اللعب وبعد المباراه وانت في البيت وانت في كل مكان. النهارده الامور اختلفت شويتين ثلاثه، يعني الوضع الامني لا يسمح في الوقت الحالي، ولكن نتمنى الفتره اللي جايه الامور تسمح، لان خد بالك تواجد الجمهور في ملعب ده شيء مهم جدا. دي علامه كره القدم المميزه. وحضرتك بتتكلم دلوقتي على لقاءات القمه وعلى الجمهور وعلى حظ اللعيبه الحاليه ان هي مش بتلعب. بص حضرتك الجمهور مالي الملعب. طبعاً. حاجه تفرح ازاي يا كابتن تامر يا كابتن احمد؟ وضع كابتن مختلف، مسرح او يعني لعيبه كره القدم دايما هم اللي بيعملوا الادوار وهم اللي بيستعرضوا، ومحتاجين حد بقى حد يسقف وحد يقول الله وحد طبعا يقول يا سلام، وهم اللي بيعلوا ادائك جوه الملعب. يعني وبيزيدوا فرحتك يا كابتن كمان، يعني بيعلوا ادائك جوه الملعب لما بتبقى متالق وبتسمع بقى الاهات بتاعتهم وبتسمع التشجيع بتاعهم. انت شخصيا بتعلى. صح. يعني صح. انت شخصيا ثقتك فيه، وتلاقي نفسك في منطقه من الابداع كده عندك بتظهر. تمام. مع التشجيع بتاع الجمهور. والعكس صحيح، خلي بالك يعني لما بتبقى قليل او مستواك مش كويس والناس بتزوم عليك او بتهاجمك في المدرجات. صح. تلاقي المنطقه الثانيه اللي عكسها بقى، يعني صح. بتظهر برضو، تلاقي نفسك بتعمل كل حاجه غلط، بتبتدي ترجع البيت تفكر انت بتعمل ايه غلط، بتفكر في نفسك، بتفكر في مستواك. صح، اكيد طبعا. يعني عشان كده بص يا كابتن، اوقات كتير بيقول لك ان المباريات الكبيره بتاعت الاهلي والزمالك زمان بقى مش دلوقتي، ان هي كانت بتخلق نجوم، بتتولد فيها. صح. نجوم عشان التفاعل مع الجمهور داخل الملعب. هو ده النهارده مثلا ممكن لعيب يبقى يلعب كويس، ما حدش يفتكر المباراه اللي انت لعبتها مهما كانت قمه، يعني قوه المباراه ومهما كانت قمتها ومهما كانت القيمه بتاعتها، ولكن تبقى المباراه حتى ولو قليله قدام الجمهور افضل بكتير جدا مباراه كبيره جدا يا كابتن في عدم حضور الجمهور. معاك. هو ده ميزه كبيره جدا اعتقد ان اللعيبه محرومه منها الفتره الحاليه. في سوشيال ميديا بتتكلم بشكل كبير، الناس بتعبر عن ارائها، ودي برده حاجه سلبيه وحاجه ايجابيه. يعني سلبيه لما ندخل في حته بقى ان انا متعصب قوي وان انا ما بحبش الاهلي او ما بحبش اللعيب الفلان او ما بحبش المدرب الفلان. ايجابيه لما تكون بتتكلم بحياديه، حتى لو كنت انت مثلا اهلاوي او حتى لو كنت زملكاوي، البيجز الموجوده الكتيره جدا على الفيسبوك او الانستجرام والحاجات اللي زي كده، ممكن الناس اللي بتشتغل عليها ممكن عندهم فولورز بالملايين، يعني دول ممكن يتحكموا في شريحه من الناس. واحد بيتحكم في شريحه كبيره. طبعا طبعا، وده غلط. فلو ما كانش في حياديه بيبقى امر سلبي جدا، لو في حياديه بيبقى امر ايجابي بشكل كبير جدا جدا جدا. اللعيبه في بعض الاوقات بتكتسب، مش في بعض الاوقات، في معظم الاوقات بتكتسب ثقتها من الجمهور اللي بيشجع، بتكتسب ثقتها من الكلام اللي بيتقال عليها. انت متخيل؟ انت انا يعني هقول لك على حاجه، مثلا زمان يا كابتن مثلا كان يبقى في مذيع مش عاجبه اللعيب الفلاني يفضل يقطع فيه طول الماتش، ولو عمل حاجه كويسه ما يفتكروش. فيبقى انت خلاص الجمهور بياخد على، خد بالك الجمهور بيسمع احيانا طبعا، ما بيركزش في مين ده، في بعض الاحيان بيسمع بس. يعني اوقات كتير يعني هو الجمهور قاعد حتى لما بتعمل حاجه ايجابيه بينسى، فاهم قصدي؟ يقول ده فلان اللي بصاها وفلان اللي خلص عليه. فتلاقي يعني خلاص انت الجمهور يعني بقى في حته ثانيه خالص بعيد عنك، حتى لو كنت بتأدي بشكل كويس. الى ان يعني يرضى عليك. يرضى عليك. يرضى عنك وخلاص كده، بعد كده تلاقي كل الكلام حلو. كابتن تامر، يعني لقاءات القمه اكيد كتيره، بس اكيد في حضرتك ليك كده مواقف او ليك مباراه لا يمكن تنساها، ومواقف لا يمكن تنساها مع لعيبه كتيره، سواء اهلي او زمالك او سواء مع الجمهور او سواء مع الحكم. كلمنا كابتن بقى عن المواقف الشخصيه لحضرتك. لا مش مباراه واحده، يعني جماهير نادي الزمالك عرفتني وحبتني من ماتشات الاهلي والزمالك. طبعا. يعني اول لقاء الاهلي وزمالك ليا كان في حياتي، كان موسم 90 91، دي انا كنا بنلعب كاس عالم في البرتغال لمنتخب الشباب. طب تعالى يا كابتن، يعني معانا تليفون مع واحد من نجوم نادي الزمالك. طبعا. يعني هنقول الو الاول نرحب بيه، وبعد كده اكيد هتعرفوه من صوته. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام. اصل هو كابتن، ازيك يا عمر؟ ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ عرفتوا مين ولا لسه؟
كابتن هيثم فاروق نجم نادي الزمالك نجم نادي فاينورد روتردام. كابتن هيثم برحب بيك كابتن هيثم على قناه الاهلي, ويعني دايما بنرحب بيك في بيتك وكابتن تامر موجود في بيته, ويعني دعوه لنبذ التعصب في فقره بكل روح رياضيه. كابتن هيثم دي حاجة جميلة جدا والله عمر. اولا بسلم على الكابتن تامر عبد الحميد زميل وعشرة عمر 33 سنة. انا اعرف تامر من 86 لما لعبنا كاس العالم للناشئين بقى, وبعد كده الشباب ومنتخب اولمبي عشرة عمر. حبيبي يا كابتن هيثم منور الدنيا كلها والله. حبيبي يا تامر ربنا يبارك لك يا حبيبي. وسلم طبعا كابتن احمد بلال, يعني انت جبت اثنين من اعظم اللعيبة في مصر في الروح الرياضية وفي التاريخ وفي الاخلاق وفي البطولات كمان. الله يخليك. لا كابتن هيثم ربنا يكرمك يا رب, كل سنه وانت طيب, وان شاء الله تكون دايما بخير يعني, ونورنا هنا في قناه الاهلي اكيد يعني. ربنا يبارك لكم جميعا يا رب ان شاء الله. يعني كابتن هيثم حضرتك مش واحد غريب على قناه الاهلي, دايما بيت حضرتك وبتكون موجود معايا وبنتكلم في الكره العالميه بشكل عام, لكن النهارده هنتكلم على الاهلي وزمالك, وحضرتك موجود معانا عشان نتكلم على روح الرياضيه ما بين الفريقين, وبنتكلم على نبذ التعصب اللي موجود دايما ما بين الجمهور في الفتره الاخيره والشحن اللي حضرتك شايفه. راي حضرتك ايه في اللي بيحصل, وشايف مباراه القمه هتبقى ماشيه ازاي؟ طبعا الاجواء والمناخ مطره, بعد كده المباراه كانت هتتاجل, بعد كده هتتلعب خلاص, لكن عدم وجود جمهور ايضا بيؤثر على مباراه القمه, مفيش كلام. بالظبط زي ما انت قلت كده عمر, يعني الدوري المصري كان اقوى دوري في المنطقه العربيه وكله عارف كده. انا شايف ان البساط بيتسحب يعني رايدا رايدا. شفنا الدوري السعودي عامل ازاي, الدوريات في الخليج, الدوري التونسي, الدوري المغربي, كنا بنمتاز بالحضور الجماهيري المكثف. دلوقتي يمكن عشان ظروف البلد اوكي, كلنا بنحب بلدنا ولكن فنيا بقى اعتقد ان قمه الاهلي والزمالك في المنطقه العربيه. يكفي ان انا اقول النهارده في ماتش النهارده فرقتين في تقريبا 12 13 لاعب كانوا في كاس العالم الاخيره في روسيا 2018. مظبوط. ما بين لعيبه اساسيه ولعيبه احتياطي. يعني اتكلمنا عن النادي الاهلي في الشناوي, في ايمن اشرف, سعد سمير, علي معلول, احمد مروان محسن. الناحيه الثانيه في نادي الزمالك في الونش كان مع السكواد, نفس الشيء بالنسبه طارق حامد, جاز فرجاني ساسي, طارق حامد, طيب كهربا. فمفروض يعني مستوى توب ليفل, كان مع كاس عالم اعلى مستوى في الدنيا كلها. ويمكن انا شايف ان المباراه بعيد عن الشد العصبي والموجود على السوشيال ميديا, فنيا هيكون مستواها راقي لان الفرقتين هيلعبوا على المكسب. اتمنى ان شاء الله المبادرة اللي انتوا بتناشدوا بيها الروح الرياضية ونبذ التعصب, المباراة تخرج بشكل عشان يبين الوجه الطيب للرياضة في مصر بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. وفنيا اتمنى ان شاء الله ان انا اتمتع بالمباراة, لان احنا من صغرنا عايشين على مباريات الاهلي والزمالك ومباريات القمة, فان شاء الله الافضل يفوز باذن الله. كابتن هيثم بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناة النادي الاهلي, وزي ما يعني كابتن هيثم طبعا بيتكلم معانا وفي نفس الاطار اللي احنا بنتكلم فيه كابتن تامر, لكن نرجع بقى للذكريات ولقاء اهلي والزمالك موسم 90 91. كنا بنلعب كاس عالم في البرتغال لمنتخب الشباب, اللي شعفت ان انا كنت كابتن منتخب مصر فيه, وكان بقى لي 50 يوم بعيد عن الفريق. كان جانا خلصنا البطوله وجانا في الطياره, كان تاني يوم مباراه الاهلي والزمالك. طبعا حزين جدا في الطياره راجع, كان نفسي قوي العب, ما لعبتش قبل كده ماتشات اهلي وزمالك خالص. حته الجماهير اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه, كان نفسي قوي العب ماتش اهلي وزمالك, وخلاص قلت يعني قدر الله ما شاء فعل وماليش نصيب, يبقى السنه الجايه بقى وعلي خير. نزلت وانا نازل على سلم الطياره, لقيت اللواء قبيل والكابتن سمير السيد المدير الاداري رحمه الله عليه مستنييني على باب السلم. خير؟ قال لك هات شنطتك وايه وتعالى معانا على معسكر نادي الزمالك الماتش بكره. قال لك انت موجود معانا. كان ساعتها المدير الفني الكابتن ابو رجيله والمدرب العام كابتن حلمي طولان. اجتمعت معاهم فقالوا لي انت بكره معانا فين؟ في 16. كان ساعتها لسه 16 مش 18 صح. فقلت لهم بكره موجود؟ قالوا لي موجود احتياطي وبالنسبه لنا تغيير قوي. وطيت بوست رجلين الكابتن ابو رجيله, قلت له نفسي ابتدي. قال لي لا تبتدي, انت بقالك 50 يوم بعيد عن الفرقه وبقالك 3 4 ايام مخلصين البطوله, ولا اطمنت ولا حتى اطمنت تمارين خفيفه مع الفرقه, ما اقدرش ابتدي بيك. قلت له ابتدي بيها يا كابتن, ولو يعني انا عارف ان في اجابه قويه جدا في النادي الاهلي ساعتها, لو ما وقفتهاش ما كابتنكم انا جاي لك اهو. جاي لك اهو. اتقل تاخد حاجه نظيفه. المهم في المحاضره
لقيت كابتن ابو جيله مفاجاه بادي بيا لايه المباراه. كان بيلعب قدامي ساعتها رضا عبد العال، ما كانش لسه جه النادي الاهلي. وكانت الجبهه ديت مين بقى في النادي الاهلي؟ كان الكابتن ابو عيسي وقدامه كابتن علاء ميوب وقصام عربي، ثلاثه دول كانوا لسه 4-3-3. فقال لي اقف ما تتقدمش، اقفل لي الجبهه دي ما حدش يعدي خالص، و رضا عبد العال كده كده ما بيدافعش فياخد هو الجزء الايه؟ ياخد هو الجزء الهجوم. قلت له طب خلاص ماشي، بس خلي الكابتن اسماعيل يوسف يمين ناحيتي شويه ولاعب جنب يعني اللي ناحيتي هشام يكن، بحيث ان ايه هشام بيغطي كان ساعتها هشام يكن ونبيل محمود واشرف قاسم ايه لبه. فقال لي خلاص ماشي. والمهم نزلنا لعبنا الايه اللقاء، وابتديت ايه يعني شويه شويه كده مع الكابتن اسامه عربي، وفي واحده كده رحت ايه داخل فيه دخله جامده، رحت خالع له كتفه اليمين. فمين بقت يعني سخن قوي واتجنن؟ كابتن ابو عيسي. فجاي اللي قال لي انت هذا صغير معرفش اسمي لسه اول ما تلعب، قال لي انت ولا صغير اهدى شويه يا ابني. قلت له يا كابتن اسمي تامر ما تقوليش ولا صغير، والجدع يجي هنا حرام الشوارع. قلت له لو انت او حد انت وكذا لا يجي له اقطع له رجليه، محدش يعدي من هنا. جه جمال الشريف وبتاع مش عارف، طلع بقى كابتن اسامه عربي وعملوا له بقى كتفه ومش عارف ايه وبتاع، ونزل بقى عيني انت عارف يعني. فجه لي جمال الشريف قال لي لو خلعت كتفه التاني هطردك. قال لي لو خلعت كتفه التاني هطردك. وخلصت كده، بغير بقى راح هو الناحيه الثانيه خالص، لان خلاص يعني كانت الدنيا قفلت خالص. وساعتها الكابتن طبعا يعني كان بقى ايه في ايه ثنائيات ما بيني وما بينه، هو باك ليفت بيتقدم على طول وانا واقف مكانه. والحمد لله رب العالمين قفلنا الجبهه ديت تمام التمام. الشوط الثاني ربنا كرمنا بمكسب حلو 2-0، الجون بتاع ايمن يونس ومصطفى ابراهيم. ده ماتش من الماتشات. الماتش الثاني كان في نهائي 93-94 على ما اتذكر، كنت تغييره، نزلت مكان شيشيني كان اتعور، نزلت وفي سبرينت ما بيني وما بين ياسر ريان جالي انا شد في العضله الضمه وياسر جاله قطع في الخلفيه فاتغير، وكملت انا اصلا نازل تغيير فمش هينفع اطلب تغيير ما ماليش دقيقتين فكملت. فطول ما انت بتكمل على الاصابه طول ما هي عماله ايه تزيد معاك تزيد معاك تزيد معاك لغايه اخر خمس دقايق اخر خمس دقايق و10 دقايق في اللقاء خلاص بقى كنت ايه خلاص بقى ايه كانت واقفه على شعرايا. وبعدين ايه بقى هجمه، طبعا انا واقف ما بهاجمش. فاشرف قاسم لقيته بيقول لي اطلع. قلت له اطلع فين انا مش قادر. قال لي اطلع اتقدم. قلت له مش قادر اتقدم فين؟ راح عامل لي الكوره قدامي غصب عني لازم ايه لازم اروح لها غصب عني مش بمزاجي، هسيبها الناس هتضحك عليا. رحت رايح مستلم الكوره، كان جمال مساعد ساعتها بيلعب، لقيته فضل السكه. فانا بخلص بيني وبينك يعني، فلقيته فضل السكه رحت دايس عليها ورايح تمام، ورحت عامل كروس باص لايمن منصور 1-0 في خالد الضبع، وخدنا بيه دوري ايه دوري عام، وكانت الدنيا اتقلبت خالص. فانا ذكرياتي الحمد لله رب العالمين في ماتشات النادي الاهلي تقريبا يعني حلوه كلها تقريبا من كلها مكسب. تاني يوم بقى الماتش الاولاني ده كان فيه معسكر منتخب اولمبي ومعسكر منتخب اول. فكنت انا طبعا في المنتخب الاولمبي وكابتن اسامه عربي في المنتخب الاول، سالت عليه طلعت له طبعًا سالت عليه يعني انا ما اتكسفتش بيني وبينك يعني، وانا اعرف ان هو مهذب وانسان جميل ومحترم. طلعت خبطت عليه فشافني، عايز اقول لك استقبلني في الاوضه عنده يعني قال لي ايه ده تعالى 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 تعالى. قعدنا مع بعض، قلت له ما تزعلش انا اسف وبتاع مش عارف، راح موريني كتفه بقى قال لي كده. قلت له معلش ما تزعلش مني يا كابتن وبتاع. هي دي طبعا الروح الرياضيه اللي دايما كلنا بنبقى حريصين عليها جوه وبره الملعب، لكن اكيد الكابتن احمد بلال عنده بقى اجواء مختلفه وذكريات لا يمكن ينساها، ويعني حضرتك راس حربه فكنت دايما يعني عليك مسؤوليه كبيره جدا، انت اللي هتكسب الاهلي النهارده، ودايما كان اكيد بيكون عليك رقابه لصيقه جدا. فعايز اعرف مين من اللعيبه او مدافعين الزمالك اللي بيكونوا مان تو مان معاك وفي نفس الوقت الذكريات اللي حضرتك لا يمكن تنساها. ايوه كده خد نفس كده وقول لي بقى يا ابني قول لي بقى قول لي بقى يا ابني احنا برنامج اسم روح رياضيه عايز من ايه؟ قول لي بقى الذكريات بقى قول لي بقى مين؟ مش لازم كلها يا احمد يعني مش لازم كلها يعني عشان انت ليك ذكريات سودة دي حقيقة
لا لا بس انا هكلمك بشكل عام يعني بص اعمل ايه ذكرى او اتنين لا بص طبعا ماتشات الزمالك بتبقى ماتشات ليها طبع خاص يعني غير دلوقتي خالص زي ما اتفقنا يعني يعني يمكن كابتن تامر اتكلم على حاجه يعني مهمه جدا جدا ان انت اول مباراه بتلعبها قدام النادي الاهلي بتبقى يمكن اهم مباراه بالنسبه لك في حياتك كلها صح. يمكن انا صادفتني حاجتين حاجه حلوه وحاجه يمكن وحاجه وحشه اقول لك الوحشه الاول كنا بنلعب ماتش 2-1 يا كابتن ايوه اللي هو الزمالك كسب 2-1 ايوه وانا كنت هبتدي الماتش تمام كابتن حسام حسن لسه ساعتها كان موجود في الاهلي وبتاع واليوم اللي قبليه عاملين تراي ماتش اللي هو الاربع والماتش الجمعه وخلاص هلعب يعني خلاص. وعندي 18 سنه لسه وبعدين خناقه حصلت لقيت مش خناقه مشاده يعني فاهم قصدي ففي المعسكر بالليل سمعت كده اصوات غريبه فقلت له مش هلعب بكره على فكره كان معايا كابتن نادي خشبه كان هو معايا دي فقلت له كابتن نادي بص انا سمعت بيني وبينك كلام كده بس انا مش مش هلعب بكره خلي متاكد رايك كابتن قال لك عارف كابتن نادي يعني خالص يعني قال لي لا ده احنا انت بقالك اسبوع بتتمرن وحسام حسن بقاله اسبوع ما بيتمرنش قال لك انا بعد النفوس انا بعد النفوس يا كابتن بلال قال لك انا بعد النفوس ازاي ما ينفعش قلت له والله كابتن شكلها كده لا فتاني يوم 16 كنا برضه ساعتها لسه 16 جت 16 انا موجود طبعا كل حاجه بس التشكيل حسام حسن هيبتدي طبعا الشوط الاول عدى مغربين 1-0 تعادلنا على ابراهيم 1-1 ماشي بتاع كابتن حازم امام اعتقد 2-1 كوليبالي كوليبالي 2-1 ده اول ماتش الاوتوبيستا ايوه الشوط اللي جاب اول ماتش الاوتوبيستا حسن ودخل ودخل الجول لسه صغير برضه كده سوبل جابني كده والله قعدت سخن تلت ساعه ما بين يعني ما بينش بعد شوط تاني اخر 10 دقايق خلاص اتغلبنا 1-0 راح جاي مسكني كده قال لي بص والله انت المفروض كنت تلعب النهارده بس انا اتضغط عليا عارف انت قاعد كده عارف يعني يعني كان زمالك كسبان طبعا كان الوضع بالنسبه لي كان يعني مؤلم جدا الحقيقه يعني خد بالك الماتش الثاني اول ما ماتش ليا مع النادي الاهلي كنا بنلعب الزمالك وتعادلنا 2-2 وكنت انا كان حظي دايما في ماتشات الزمالك ببقى دايما متعور قبليها كان على طول مش عارف أيوه. قبليها على طول المهم كنت جاي من اصابه بتاع شهرين كده وجاي عشان هلعب المباراه وكان ساعتها الاستوبر يعني السنتر باكس الاثنين مدافعين بتوع الزمالك كان مدحت عبد الهادي وبشير التبعي واثنين برضو طبعا تقال عوتاي يعني طبعا الاثنين تقال قوي قوي بشير التبعي اول مره العب يعني نلعب انا هو قصاد بعض يعني فلقيت بشير التبعي جاي انت عارف عضلاته بتاع بقول لك ايه؟ قلت له في مالك؟ جاي بقى متعصب طبعا يعني. طبعا بقول لك ايه؟ قلت له نعم خير يا حبيبي يؤمر ما فيش الا حالي يعني هو ملعب جدك ممنوع ممنوع طيب يعني كابتن تامر يعني بشكر شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا يعني كان نفسي ان احنا نقعد اكتر من كده لكن عايز اشكر استاذ ايمن بدر طبعا صاحب الفكره طبعا. واللي ابتداها السنه اللي فاتت بوجود الكابتن ايمن يونس صح صح هنا هوت في القناه برضه في ماتش اهلي وزمالك فلا وجب عليا ان انا اوجه له الشكر شكرا يا كابتن تامر طبعا شرفتنا ونورتنا وبيك حضرتك في اي وقت يا كابتن تامر شكرا ربنا يخليك كابتن بلال شرفتنا ونورتنا واستمتعت جدا بالحديث اللي كان بين حضرتك وبين كابتن تامر ربنا يخليك يا رب تسلم طبعا وسعيد ان كنت موجود مع كابتن تامر يعني السمك جاي السمك جاي يطلع دلوقتي على طول لا دلوقتي بدري يا كابتن لسه وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره فقره بكل روح رياضيه مع اثنين من نجوم مصر الكابتن تامر عبد الحميد نجم مصر ونجم نادي الزمالك والكابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي ونجم مصر هنروح لفقره مهداه من الكابتن تامر بجاته علشان بعديها نرجع ونستقبل الكابتن اسلام الشاطر وضيوفه الكرام في ملعب الاهلي.